السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي يا رسول الله، شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روتين جديد ويوم جديد، والنهاردة الروتين بتاعنا قوي جدا. حطي لي لايك لو أول مرة تشوفيني، أنا حنان سكر. اعملي لي بقى لايك وكومنت حلو منك، ودي قناتي لو أول مرة تشوفيني. خشي بقى خدي لك كده جوله في القناه، وان شاء الله القناه هتعجبك. انا واثقه ان شاء الله ان هي تعجبك. صباحك زي العسل، صباحك زي اللبن الحليب. اول حاجه بقى فتحت كده الشباك وهويت كده على الاوضه، ودخلت الشمس كده والنهار بتاع ربنا، وينور لي الاوضه، يغير كمان كده من روح الاوضه. عندي بقى شويه غسيل اللي احنا كنا غاسلينهم مع بعض في الفيديو اللي فات. طبعا لميت الغسيل وقلت يلا لما نطبقهم كده الصبح كده. الاول كنت طبعا يعني جبتهم من على الحبل وحطيتهم على السرير، ومكركبين اللي بقى السرير ومبهدلين اللي شكله مش حلو. وانا ما بحبش الكركبه، ما بحبش الكركبه خالص. كركبه بقى في ايه، في كل حاجه، ما بحبش الكركبه في اي حاجه خالص. شويه هدوم كده حاسه ان هم مكركبين لي الهدوم. طب انا هشيلهم من على السرير احطهم على الركنه، طب من الركنه على السرير التاني، طب وانا على ايه؟ انا عايزه اخلص منهم. وبدل ما احطهم بقى واكوم كده في الدولاب، لا بحب كده ان انا اطبق كل حاجه وارجعها مكانها. طب بقى العبايات بتاعتي والهدوم بتاعت زوجي والهدوم بتاعت الولاد، وابتدي ان انا كده اطبق كل حاجه وادخلها في الدولاب. حاسه بقى ان انتي مقصره في البيت، ودايما بيتك كده مش نظيف، ومهما اعمل البيت مش نظيف، البيت دايما مكركب. تعالي بقى وانا هقول لك هنعمل ايه. اهم حاجه كده نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بحبش انا عن نفسي ما بحبش الكركبه، انت كمان لازم ما تحبيش الكركبه. كركبه زي ايه يا حنين؟ اي كركبه في اي حاجه خالص. بصي الدنيا بتبقى مكركبه كده حواليكي، بلاش بلاش كركبه في اي حاجه. بلاش تخلي التلاجة بتاعتك مكركبه كده طول الوقت، خليها دايما منظمه ونظيفه، هتحسي بروقان. بلاش الدولاب بتاعك يبقى مكركب، لقيتي الدولاب كده منعكش ومكركب كده ومنعكش والهدوم مش متنظمه، لا وانت بتودي الهدوم كده لقيتيه منعكش، يلا ظبطيه هو كمان كده بالمره، تلاقي الهدوم كلها ودايما الدولاب بتاعك كده نظيف ومنظم وحلو. جبتي بقى شويه خضار وشويه فاكهه، والاكياس بقى حرام نرمي الاكياس كده نرميها في باسكت الزباله، لا ازاي؟ لا انا اقوم جايه واخداها كده وعيناها في الدرج بتاع المطبخ، صح كده؟ صح. نقوم كلنا عينينه في درج المطبخ، ونلاقي بقى عزكم الله صراصير في الدرج. طب ونقعد نقول الصراصير دي منين وانا قافله البلاعه وبمسح طول الوقت وبقمص طول الوقت ومفيش حاجه في الارضيه، وكمان اللهم صل بصفي المواعين، بعمل كل حاجه، كل حاجه الدنيا نظيفه عندي. بس في حاجه واحده بعملها، ان بحط الاكياس كلها. طبعا الاكياس بيبقى فيها مثلا مكان فاكهه، مكان خضار، مكان ايه طبيعي، فبتبقى عامله صراصير. بلاش ارمي بقى، ارمي، مش عايزين اي كيس خالص ولا اي حاجه. ايه تاني بقى بيكركب؟ مثلا لعبه بتاعت الولاد، العاب بقى، لعبه كده الحجاره بتاعتها باظت ومصديه، وانا برضو مش عايزه ارميها واقول لا ايه اسيبها، يمكن تنفع، يمكن الولاد يلعبوا بيها، يمكن تنفع العيل اللي بعده. طب وانا عليه مرمي ارمي. بصوا الحاجه اللي تبوظ اول باول يرموها، اي حاجه مش عايزاها اول يرميها. بجد والله بتكركب الكركبه، بتخلي نفسيتك كده مش حلوه، وتخلي المكان دايما مشغول، والدنيا دايما كده زحمه، ومهما تنضفي ومهما تعملي تحسي ان الدنيا مكركبه، مع ان انا منضفه بس في حاجه في المكان مش عجباني، في حاجه مش مريحاني. لا بصوا اي حاجه مش عايزاها ارميها، حاجه بايظه عندك ومش هينفع ان هي تتصلح ارميها، اللعب بقى اي حاجه ارميها، دايما خلي الدنيا عندك كده نظيفه وزي الفل. خلصت بقى تطبيق الهدوم، وابتديت ان انا احطهم كده في الدولاب، وحبيت بقى ان انا اغير برضو ايه الملايه بتاعت السرير. برضو ما انا خلاص بقى اخش كده على الاوضه وانضفها، مسكت الشباك كده ونضفته، وكمان السقف كده عملته بالبتاع دي بالزعافه، بس عملته بقى مع نفسي لان ما عرفتش بقى ان انا اجيب لكم كده بالكاميرا لفوق، فعملته بقى بالزعافه كده مع نفسي. السرير بقى امسكه كده اروق عليه وامسحه كده بالبلياج، اطلع ملايه نظيفه وافرشها بقى في السرير، يبقى شكلها حلو كده وبتخيق وتغلي كده روح الاوضه، شكلها حلو وتغيير في الاوضه. عارفين لما بغير الملايه والله بحس ان انا غيرت تغيير جذري في الاوضه، كل ما تخش الاوضه بقى تلاقي ايه ده، ايه الملايه الحلوه دي، ايه القمر ده، والدنيا بقى نظيفه، الاوضه هاديه كده ونظيفه، مفيش كركبه مفيش اي حاجه، لا بتفرق.
خلصت بقى الملاية بتاعتي كده ومسحت السرير، هاجي على الكومودينو وابتدي ان انا امسحه كده بالجلانس. وعايزه اقول لكم الجوانتي ده حلو قوي قوي يا بنات، بجد حلو كده، وبحطه بقى في ايزي وبمسح بيه، شكله جميل قوي. هاجي برضو هنا على الدولاب بالبليج بقى، ابتدي ان انا امسحه كده وانضفه بالجوانتي كده، وبخليه فله فله فله. يعني ببتدي ان انا امسح كده وبنضفه بالبليج، وبطلع بقى اجيب الكرسي واقف بقى كده على الدولاب، لان زي ما انتم عارفين الدولاب بتاعي كبير لفوق، بجيب بقى الكرسي وبقف بقى عليه وبقعد المع بقى الجزء اللي فوق ده كله، واللي تحت كله بلمعه وانا واقفه عادي. بعد كده بجيب بقى البليج وابتدي ان انا المع برضو التسريحه، وكمان ايه التسريحه والمرايه بقى بلمعها كده وبخليها فله بالفوطه. الدنيا كده رايقه ومعايا وزي الفل، وخلصتها كده وبقت تمام التمام. مسحت التسريحه ومسحت السرير وفرشت ملايه جديده، وكمان مسحت كده نفضت الشباك، طبقت الغسيل بتاعي، الدنيا رايقه كده والدنيا حلوه. ما عنديش بقى غسيل النهارده الحمد لله، شلت الغسيل من على الحبل، والدنيا رايقه النهارده، يعني اجازه النهارده من الغساله. حطي لي لايك بقى لو اول مره تشوفيني، ولو اول ما ولو لسه بتتفرجي معايا لحد هنا يا ريت تحطي لي لايك. وجيت بقى على التلاجة، قلت بقى اخد رفوف التلاجة كده واروح على التلاجة وابتدي ان انا اغسل التلاجة. انا ايه هروح السوق بكرة، وبعدين قلت ايه لما امسك التلاجة كده اغسلها وانضفها واخليها نظيفة، لان مش هلحق بقى لما اروح السوق واروح السوق واجي وابقى جاية بقى من الحر ومفرهضة، فمش هلحق ان انا اجي افضي بقى الخضار وارجع اغسلها واسيبها تنشف واحط الخضار تاني واركن الخضار في الايه في الشنطه كده لحد ما التلاجة تنشف، واحس ان اليوم بقى بيجري معايا كده ومش حاسه ان في وقت. لا فقلت بقى امسكها كده انضفها واغسلها واخليها جاهزه كده ان انا انزل بقى اجيب شويه خضار وشويه فاكهه وتبقى مرايقه معايا. خدت بقى الرفوف بتاعتي وقلت اما اروح اغسلهم كده على الحوض وانضفهم. عايزه اقول لكم ان الثلاجه نفسها نظيفه، بس الرفوف يعني لقيت عليها ايه شويه رده كده، ومن العيش مثلا بطلع كده عيش عشان اسخنه بلاقيه مثلا عليه شويه رده اي وحاجه كده ملزقه ولا حاجه، فقلت اما اخدها انضفها كده واخليها فل. بصوا بقى الرغاوي دي بتنعنشني كده نعنشه نعنشه، ما بستخدم بقى الرغاوي بتنعنشني كده من جوه. وبما اني بقى واقفه بقى على الحوض، ما ننساش الاستغفار والصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت ما أذكركم وأذكر نفسي بالاستغفار، بدل وقفنا على الحوض كده فإيه نستغفر ونصلي على الرسول وندعي ربنا ونتمنى إن ربنا يحقق لنا كل اللي إحنا عايزينه واللي بنتمناه. نقول يا رب يا رب يرزقنا رزقا حلالا طيبا مبارك فيه، يا رب يحقق لنا كده اللي إحنا عايزينه، يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين، امنوا ورايا لعلها تكون ساعة استجابة، لعل تكوني اقرب الى الله مني وربنا يستجاب منك ان شاء الله. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، امين 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 يا رب العالمين، وربنا يوسع عليكم ويوسع رزقكم، اللهم امين يا رب العالمين. عندي بقى كده حلتين سلستين، ابتديت ان انا ايه اغسلهم برضو. انا عندي المطبخ كان نظيف والاوضه اوضه الاطفال نظيفه والصاله وكل حاجه كده كانت نظيفه عندي ويشهد عليا ربنا. فالدنيا كده كانت نظيفه، بس الحله دي كنت غاليه فيها ميه، فقلت بقى اما اغسلهم كده بالمره وانا بغسل التلاجة عشان يكون الشقه كلها نظيفه عندي، وكون يعني انا دخلت النهارده هعمل اوضه النوم فالدنيا كلها لازم تكون نظيفه كده عشان ما احسش ان انا ايه مركمه عن نفسي. هعمل تنظيفه عميقه للاوضه، فبقيت الشقه لازم تكون نظيفه كده عشان ما احسش بقى ان الدنيا كلها بايظه عندي، لا بحس ان انا كده ايه الدنيا كلها نظيفه والدنيا كلها رايقه وزي الفل. خلصت كده بقى، خلصت هشطف بقى الحوض بتاعي وخلاص كده خلاص. بصوا بقى انا السدال دوت عايز اقول لكم ان هو طري كده لابساه بصور بيه، لان الجو حر جدا جدا جدا، فحسيته بقى طري كده ونظيف، وقلت بقى ايه اخده البسه كده ويبقى شكله حلو. انا بقى البخاخه ديت رحت على التلاجة، البخاخه دي فيها ايه بقى شويه كده من الصابون وشويه من نص كوبايه من الخل وميه، وزودي ميه بقى وبيغسل بقى، هغسل بقى التلاجة كده. عايزه اقول لكم كده قمر 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 بجد، بالفوطه وبالبخاخه كده وشغاله كده زي الفل، وهتخلي التلاجة معايا نظيفه وحلوه قوي. عايزه اقول لكم بترغي يعني بترغي كده على الفوطه، والله كنت بروح اغسل كده الفوطه مره واتنين اشطفها كده عشان ايه لما بشطف بقى اروح اشطفها كده واجي، عشان طبعا ان انا اشطف التلاجة وخلاص.
التلاجة اصلا معايا مش متبهدلة، بس انا قلت بقى بما اني هروح السوق واجيب خضار فتبقى التلاجة نظيفة كده، اديها مسحة على السريع والدنيا تكون معايا كده نظيفة وسريعة. بس كده ابتدي بقى ان انا امسحها كده وانضفها واخليها فله فله فله، ودايما كده ان انا اخلي التلاجة بتاعتي فله كده ونظيفة وجميلة. خدت كده الدرج بتاع التلاجة اللي تحت غسلته في الحمام، لانه زي ما انتوا عارفين الدرج بتاع التلاجة بتاعي كبير ومعرفتش بقى ان انا بغسله على الحوض، لان غسلته قبل كده على الحوض وراح اتكسر مني، فجوزي بقى لزقهولي كده باللزق وبقى حلو كده وجامد، فقلت بقى خلاص من ساعتها وانا مش هغسله تاني على الحوض، باخده كده اغسله الحمام، انا عندي حمام نظيف فبغسله كده على الحوض وبينضف كده وبيبقى فل. بصوا بقى الرف ده كده بتاع الادويه، طبعا معروف كده لازم في كل تلاجه الرف بتاع الادويه، وبمسح بقى باب التلاجه من بره ومن جوه كده وبخليه فله، وباخد بقى بصوا على باب التلاجه بيرغي ازاي وجميل، باخد الفوطه بقى بشطفها كده مره واتنين وبخليها كده فله، وبعد كده بجيب الفوطه النظيفه ديت وابتدي ان انا انشف بقى كل حاجه عشان التلاجه بتاعتي تبقى ناشفه. خلاص الرفوف بتاعتي كمان كانت نشفت اهيت، كنت طبعا اول حاجه ببتدي بيها عشان طبعا هي تنشف ما احطهاش كده بالميه، وبعد كده بقى ايه ببتدي ان انا اغسل التلاجه. هبتدي بقى ان ارص الدرج بتاعتي، الدرج اهو اتغسلته وادرس بقى الرفوف بتاعتي كلها كده جاهزه معايا وبقت زي الفل كده وجميله. عايز اقول لك بقى بتفرق جدا جدا والله ريحه التلاجة، بيبقى شكلها حلو كده ونظيفه ومنظمه وجميله. هبتدي بقى ان انا ارص بقى الحاجات اللي كانت عندي في التلاجة، كان عندي بقى بيض هبتدي ان انا ارصه كده، ورست بقى بقيه العلب بتاعتي وبقيه الخضار اللي كان عندي، قلت بقى لما انزل اجيب خضار تاني يكون الخضار عندي نظيف وحلو كده ويبقى ايه مكرفش بقى من ريحه، لو ريحه التلاجه كده مش نظيفه لا ما يبقاش كارف على ريحه التلاجه بقى وكده. بس بقى رصيت البصل وعندي بقى فلفل وخيار وكمان قطه وطماطم، مش عندي خيار لا، اي قطه وطماطم وفلفل وكمان بصل. عندي بقى هنا كده علبه فيها ليمون ودوت حاطه فيه سكر، لان السكر عندي يا بنات النمل عندي كتير ما شاء الله، يعني عماله بخ 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 ومفيش مش عارفه النمل فيه ايه. وبقى عندي بقى هنا طبق كده كان فيه عنب برضو وكمثرى، فقلت خساره كده احطهم في طبق والولاد ياكلوهم وبعدين ايه منزل ابقى اجيب فاكهه تاني. بعد كده بقى جبت المقشه بتاعتي وابتديت بقى ان انا ايه اكنس، طبعا خدت الفرشه نفضتها بقى كده في المدخل وجبت المقشه الناعمه وابتديت ان انا اكنس كده ونضفت بقى، وجبت الجاروف ولميت طبعا الترابه الناعمه دي. هنا بقى جبت كده الجردل بالشرشوبه وقعدت بقى ايه، كان في بقى كولوريكس الوان وقلت امسح. كلكم قعدتوا تقولوا لي حنان بلاش ترغي عشان الخشب هيبوظ خساره وبيعمل ميه والميه بتوصل تحت السرير وتحت الدولاب خساره، هتبهدلي الخشب كده وكمان هيشقق وهيسوس، فانا سمعت كلامكم اهوت ومش هعمل كده بالميه تاني. حاضر من عينيا، انا عارفه ان انتوا بتحبوني وبتخافوا عليا وطبعا بتردوا لي الخير. بس كده مسحت بقى، وطبعا اول ما الاوضه نشفت ابتديت ان انا افرش، وبصوا كده ما شاء الله خلصت كده الاوضه وبقت زي الفل. بصوا النظافه بتبان ازاي، هطفي بقى النور كده اسيب الاوضه وتعالوا نروح نعمل الغدا مع بعض. طبعا انا عندي الفراخ، عندي كده فراخ، كان جوزي بقى راح السوق جاب لنا كده فراخ وايجا، جاب لنا فراخ بس ما كانش جاب حاجه تاني، يعني انتوا عارفين بقى ايه هو كان بس معايا فلوس على قد الفراخ بس، لان ما كانش عندي فراخ خالص وما كانش بقى لي ان هو ايه يعني ان هو يعرف يتسوق وكده، فقال لي خلاص انا هروح اجيب لك فراخ واجي وانت اعملي لنا غدا النهارده وبروحي يوم تاني اتسوقي بقى. قلت له خلاص ماشي، كان هو يعني جاب الفراخ واجا، عقبال ما انا ايه اللهم صل على النبي خلصت الاوضه وكده وروقت على البيت بقى وكده فكان هو يجي. بصوا بقى دي الفراخ بتاعتي كلها، ببتدي ان انا اشيل بقى اللي هي الحته بتاعت الحلموزه ديت، وبشيل طبعا اي زفاره واي جلد زياده واي ريش كده بيبقى ناعم، ببتدي ان انا اشيله وبغسلها كويس جدا وبنضفها. انت عارفين بقى الورك ساعات بيبقى فيه البتاع اللي هي الممزلقه دي البيضه الناعمه ديت، بشيلها برضو وبشطفها كده كويس مره واتنين وتلاته، وبعد كده بجيب بقى في الطبق دوت بحط بقى بعصر ليمون وملح وكمان دقيق وشويه من الخل، وابتدي ان انا ادوبهم كويس واحط الفراخ فيها واسيبها كده تتنقع شويه. عايزه اقول لكم لما بتتنقع بقى الفراخ كده بصوا بتلاقوا الميه بتاعتها غيرت، الميه بقت لونها بنك كده شويه، طبعا اي دم بقى بينزل فيها وبتبقى الفراخ بتاعتي نظيفه وحلوه قوي. انا بحب المحلول ده قوي يا بنات، بينظف وبيطهر الفراخ، وبصراحه بعتمده دايما في الطيور عندي عامه، اي طيور بحب ان انا امسكها كده انضفها، وكمان الكوارع والحاجات ديت والكرشه
بحب كده ان انا انضفها بالطريقه دي. بصوا الميه بقى لونها بينك ازاي. بعد كده مسكتهم بقى بعد ما اتنقعوا، غسلت طبعا السكينه والحوض والمقص عشان طبعا يكون الدنيا كده نظيفه حواليا وما يكونش في اي بكتيريا ولا اي حاجه. إيه لو لسه بتتفرجي معايا لحد هنا يا ريت تحطيلي لايك وكومنت حلو منك، وقولي لي بتتابعيني منين. إيه يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده. شطفت بقى الفراخ بتاعتي وسبتها ان هي تتصفى، وتعالوا نعمل بقى الغدا. هنا جبت الطاسه واحط كده معلقتين من السمنه، واخد بقى على عدد الغدا اللي احنا هنتغدى بيه يعني الفراخ اللي احنا هناخدها، وهبتدي ان انا احط بقى الوراك بتاعتي كده في الطاسه. اول ما السمنه بتاعتي تسخن واديها رشه ملح ورشه فلفل اسود، واول ما تبتدي ان هي تتحمر من الوش دوت ابتدي ان انا اقلبها كده واخليها كده شكلها حلو. اول ما ابتدت بقى ان هي اتحمرت من الوجه التاني برضو رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كده من الزعتر، وخلاص طلعتها في نفس السمنه وفي نفس السمنه كده مكان بقى الفراخ والبهارات بقى الزعتر وكمان الملح والفلفل الاسود. هبتدي انزل بالبصل وفلفل كده مقطعاهم جوليان، وابتدي ان انا اشوحهم ورشه ملح ورشه فلفل اسود. واول ما يبتدوا ان هما يتشوحوا هنزل معايا ببطاطس مقطعاها كده حلقات، وبرده كده هديهم رشه ملح ورشه فلفل اسود. انا بدي كده رشه عشان طبعا كل حاجه تتطعم ويبقى طعمها حلو جدا. وبس كده ببتدي بقى ان انا انزل بالفراخ بتاعتي عشان برده ايه تتطعم كده وتاخد طعم البطاطس وياخدوا كلهم نفس التشويحه كده. الطاسه بتاعتي كانت صغيره كده ما كنتش عارفه اقلب. هنا بقى ايه اجيب معلقه من الثوم المفروم اللي احنا مفرزينه مع بعض وحاطينه مع بعض في الفريزر، عايزه اقول لكم حلو قوي قوي. رشه بقى كمون وفلفل اسود، وكمان بقى احط بقى مكعب مرق الدجاج وكده املح بقى البتاعه دي، املح صينيه البطاطس. انا كده بعمل صينيه بطاطس بالفراخ. عايزه اقول لكم انا بحب قوي مرقه الدجاج، عايزه اقول لكم ان ماما بيسميني في العيله حنان مرقه الدجاج. بعد ما شوحتهم بقى نزلت بيه عصير الطماطم اللي انا مصفياه. اوعوا تطبخوا بالطماطم وهي مش صفيه، بتبقى طعمها مش حلو كده وتحس ان انت بتفلي كده، لما بيجي بيضايقني انا مش بحبه خالص. ما تعملوش كمان، بيبقى مش طعمه مش حلو ومش شكله حلو، مش شكله حلو في التقديم. زودتها كده شويه ميه، اول ما ابتدت ان هي تغلي حطيتها بقى في الصينيه ورصيت بقى الفراخ كده على الوش عشان طبعا ياخد لون تحت الشوايه، واغطيه بقى بورق الفويل وادخله الفرن درجه حراره 200، واسيبها بقى اول ما تبتدي تغلي كده وتبكبك مع نفسها هسيبها بقى تغلي، وبعد كده اوطي النار واسيبها تستوي كده براحتها على نار هاديه عشان البطاطس بتاعتي تبقى دايبه كده دوبان. بحب البطاطس قوي. عملت كمان شويه رز محمر او حبايه وحبايه وشوحتهم كده بالملح، واول ما ابتدي ان هو يتشوح كده كويس حطيت عليه بقى الميه السخنه واسيبه بقى مع نفسه، واول ما ابتدي ان هو يغلي كده اوطي النار واسيبه بقى يتردد كده ويستوي مع نفسه. تعالوا نعمل شويه عصير جوافه كده واحنا واقفين في المطبخ يطروا كده على قلبنا بالجو الحر دوت. عندي كده جوافه وانا بودي الفراخ الفريزر، وبعدين لقيت كيس جوافه قلت له بقى تعالوا اما اعملك، طلعت كمان كوبايه كده من اللبن وقلت بقى لما اعملها كده، حطيت كوبايه ونص كمان من الميه وعلى السكر وعصره ليمونه وفانيليا عشان طبعا ايه الليمونه عشان ما تخليش الجوافه بتاعتي تسود، وهضربها كده في الخلاط. بصوا بقى صينيه الفراخ بتاعتي بالبطاطس طلعت بقت بصوا قمر قمر قمر. بصوا انا بحب احمر كمان الفراخ بتاعتي من الوش والجنب يعني من الوش والظهر، اول ما يبتدي ان هو ياخد وش كده من فوق بقوم جايه قلبها على الوش التاني يتحمر. بصوا بقى الجمال، عايز اقول لكم البطاطس دايبه دوبان. تعالوا كده نفتح الورك، عايز اقول لكم بصوا الورك ابيض ازاي، اللحمه بتاعته بيضه وحلوه جدا وطعمها حلو حلو قوي لما بتتشوح كده بتبقى طعمها حلو وجميله. انا ما بحبش صينيه البطاطس تتعمل ني في ني ابدا، بحب كده ان انا اشوح كل حاجه وكل حاجه تاخد من طعم بعضها. الرز الحبايه وحبايه طعمه حلو وجميل. طلعت بقى العصير كده من التلاجة بعد ما كنت ضربته وحطيته في التلاجة وابتدي اصب بقى، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ما تنسوش تحطولي لايك وكومنت حلو منكم، ويا رب فيديوهاتي طيب ان تعجبكم، ودايما شجعوني كده باللايكات وقولولي بقى عايزين اعمل فيديوهات ايه المرة الفيديوهات الجاية، عشان طبعا لو حاسين بتجديد كده ولا حاجة قولولي بقى عايزين فيديوهات ايه. وبس كده ده كان الغدا بتاعنا النهارده، غدا كده سهل وبسيط والروتين بتاعنا كمان سهل وبسيط، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.